انت مالك يا اختي ممروعه قوي كده ليه؟ ما انا عارفاكي طول عمرك تحبي تصطادي في المايه العكره. جرأة يا ستي بتاعت الخبيزه انت، قصدك ايه؟ خلاص خلاص، قصدي يا اختي ان الحاج من ساعه ما اتجوزنا وهو مراعي ربنا فينا كلنا، وما فيش واحده فينا تستجري تقول انه كان مميز واحده عن التانيه في حاجه. معلش معلش. الله الله الله، طب وانت زعلانه كده ليه؟ ما فيهاش حاجه يعني، انت ايه اللي ضايقك لما يفوت عليا قبل ما يجيلك؟ انا عارفه يا حبيبتي انت بتقولي الكلام ده عشان تفرسيني، لكن لعلمك بقى انا ما يهمنيش الكلام ده، انا يهمني الفعل. يعني يا اختي ما تبحبحيش قوي كده. عارفين انا بفكر في ايه؟ اكيد لقيت الحل يا امينه. لقيته لقيته. ايه ده ايه ده ايه يا امينه، كنت ايه عنك ازاي الحل ده؟ هقولي يا ابله، ده انت افكارك بتعجبني موت. هقولك يا حبيبه ابله، ده المره دي هيعجبك قوي. ايه يا امينه قولي يا اختي. انا هروح دلوقتي اكلم متولي في التليفون. هتقولي له ايه؟ ها هتقولي له ايه؟ عايزين تعرفوا. هقول له متولي النهارده مش بكره تروح تتجوز وتجيب عروستك، لان انت متجوز اتنين يستاهلوا سرايه المجانين. ايه يا اختي؟ هما تلاقيهم بس ما عرفوش يحط الحجابه كويس تحت المخدات، عشان كده المخدات كلكعت وابوك حس بيها. طب انا هقول لهم ايه دلوقتي؟ قول لهم اطمنوا، انا هعمل لهم حاجات ابوك مش هيقدر يحس بيها ولا يعرف هما فين. هي موجه مش موجوده؟ بس الحاجات دي هتكلفهم كتير. هي راحت فين؟ انا مش مسؤوله عن الحجابه اللي ما عرفوش يخبوها. انا مش سامع لها حس يعني. انا ما باخدش حاجه لنفسي، كل حاجه رايحه للاسياد. ما قلتليش برضو هي فين؟ هي مين؟ مهج. انت عايزها في حاجه؟ لا لا ابدا خالص، انا بس واخد ان انا كل ما اجيلكوا هي اللي بتفتح لي الباب يعني. اصلها خرجت مع ابوها. كتكوت، لو كانت تعرف ان انت جاي كانت قعدت استنتك. اصلها قالت لي انها بتعزك قوي. هي قالت لحضرتك كده؟ بتعزيني ازاي يعني؟ بقول لك ايه، اول ما تعرف حاجه عن النتيجه تكلمني، ما تسيبنيش كده. سامع؟ حاضر 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 حاضر. مالك قلقان ليه؟ ناجح باذن الله. خايف جدا لانجح، مش عارف اقول لبابا ايه. اول مره اشوف واحد خايف لا ينجح. عموما ابوك فتح الموضوع ده مره ونسيه، ايه اللي هيخليه يفتحه تاني؟ ما هو لازم يا ماما يعرف ان انا درست ونجحت، مش معقول هفضل مخبي عليه كل ده. طب انجح انت بس، مالكش دعوه، سيبهولي انا اللي هكلمه. ما هو انا عايزك كمان تكلميه في الموضوع التاني. موضوع ايه؟ ايه يا ماما؟ موضوع جوازي من سميره، انت نسيتي؟ تفتكر يا سعيد ابوك صرف نظر عن جوازه من امها ولا مصمم يدخلها الفريق؟ احتمال يدخلها الاحتياطي. يا واد ما بهزرش، ما جابتلكش سيره؟ هي مره قالت لي ان هو عايز يتجوز امها، بس بعد كده ما جابتليش سيره. يبقوا ما اتفقوش احسن. انا كده هبتدي اقلق. ليه؟ خايف يكون اختلف هو وامها فيرفض جوازي من سميره. يا حبيبي المشكله مش في كده، المشكله ببطه وجوازك منها. ليه بس يا ماما بتفكريني؟ خلاص خلاص، نبتدي معاه حاجه حاجه، سيبهولي انا بس. قول لنا الاول، ابوك لسه هو راكب العربيه بيشغل شرايط الحب والغرام ولا رجع للاغاني الوطنيه؟ الو، يا صباح الخير يا صباح الفل. ايه ازيك يا ست فوزيه؟ طمنيني، ايه الاخبار؟ راح تشوف النتيجه ناجحه باذن الله. اول ما توصل تطمنيني. ايوه، عشان اجيلها واجيب لها حلاوه النجاح. بالسلامه.